الله يسامحك. بسمعني ما اقولك، انا ابني اتغير مش حلو الكلام ده، فاذا حصل له حاجه هتكوني انت السبب. بابا مالك يا حبيبتي؟ ايه اللي حصل؟ مراتك بتكرهني، مش طايقه تشوفني. حرام عليك، انا كنت قاعده في اوضتي وانت اللي ندهت عليا. عايزه اطمن على ابني راح فين؟ قلت لك معرفش، غلط. وانا بسالك ليه كان بايت في اوضه المكتب؟ كفرت. خلاص يا نينا حكيت عليا، انا اللي غلطان. يا ابني دي طول الوقت وهي في اوضتها مش معبره حد ابدا، بالليل وفهمنا ومحدش قادر يتكلم. طيب وبالنهار هي اوضه النوم دي عندك ايه؟ غية؟ خلاص يا نينا قلنا خلاص. لا مش خلاص، ما تفضلش ساكته لحد ما تقع من طولك يا حبيبي. الجواز يا بنت الحلال مش زي ما انت فاهمه، مش اوضه نوم وبس. اسكتي. اسكت. اسكت يا كامل. ايوه اسكتي، ما تفتحيش بقك بكلمه. خلاص يا كامل، استغنيت عني، ده بقى ليك لزوم دلوقتي، بقى كلامي كتير عليك. لا الله يسامحك، كتر خيرك كتر خيرك.